صدام الشبوه هنا ما داريش هادشي تاع التحمل تاع حل سيدي مطار محمد الخافيس تحل في 68 اللي تحل في 68 طلعتنا الولايه الدار البيضاء وطلعتنا وزاره الداخليه هادي 50 عام وحنا خدامين في المطار واليوم جا سعاده الباشا وسعاده القايد يمنعنا من الاعمال ديالنا وحنا خدامين القرار ديال وزاره الداخليه صادر في 80 وخدامين بالقرار ديال سعاده الوالي ديال الدار البيضاء الكبرى اليوم صبحونا جا القياده جات القياده وجا الباشاويه قال لنا سيدي انتم ممنوع لكم العمل دابا كنطلبوا منهم بيعطيونا قرار تاع سعاده العمل ديال المنع قالوا لينا ما عندناش القرار ديال المنع ايوا شنو هو؟ هادو العمال ديال نواصر هادو الباشا ديال نواصر والقايد ديال نواصر اش قالوا لكم؟ قالوا لينا سيدي سيروا العماله احنا ما عندناش القرار ديال المنع وباش منعتونا؟ باش منعتونا باش؟ لان من عليكم بان عند واحد القرار ديال ديال ديال, ديال واسمو ديال النظام التطبيقي لا نظام التطبيق ديال المحضر ديال المحضر ديالكم انتوما قلنا لهم حنا ما داخلينش في اطار تحملات تاكسي اللي داخل في اطار تحملات حدنا النوبه حنا مع النقل الحضاري من قرار من وزاره الداخليه وقرار من سعاده الوالي الدار البيضاء الكبرى وهذه 50 عام وحنا خدامين في المطار ملي تحل المطار محمد الخامس 68 طلعتنا السلطه ديال العماله وطلعتنا الداخليه بالقرار ديالهم هو عندنا عندنا القرار ماشي كنهضروا فهمنا عندنا القرار ديال الداخليه وعندنا القرار ديال سعاده الوالي ديال الدار البيضاء الكبرى شنو الطالب ديالنا نبقاو في العمل ديالنا ما يطردوناش ولا بغاو يطردونا يعطيونا واحد القرار ديال الاعلام بان كيمنعنا العمل يعطيونا قرار ديال المنع احنا مساعدين نزيدوا بحالنا هما قال لك ما عندكمش القرار ديال المنع سيروا بحالكم الله يتهنى الاسم ديالي حارس محمد كنجيو سيدي وقع لنا واحد الاشكال جينا نخدموا كنتفاجئوا بواحد الناس جاو حبسونا على العمل ديالنا قال لي ملي جينا نسولهم شنو المشكل قال لك اودي انتم ما عندكمش حق تخدموا محمد الخامس حنا ما حنا ماشي ناس تاع الفوضى جينا نقلبوا مشينا للجهات المعنيه يعني مشينا لذوي الاختصاص مشينا للجندار ما عندناش حق نمشيو هذوك السلطه التنفيذيه جينا صيفطونا لعند العمل لان هما وصلنا القرار جينا لعندو كنطالبوا فيه غير انت خرجتينا قلتي لنا عفيتينا من ديالنا بالمئة من العمل ديالنا عطينا سيدي الله يكثر خيرك عطينا شي وثيقه كدلي باننا رحنا مطرودين من العمل وهذا الشيء اللي حنا طالبينه دابا حنا بغينا غير شي وثيقه باش حنا نعرفوا راسنا فين غنمشيو هادشي اللي جيتو للعماله ديال نواصر هادشي اللي جينا للعماله نواصر ما هادشي ما ماشي شي حاجه كثيره يعطينا يقول لك اودي راه ما عندكمش حق وناخذوا ديك الورقه وغنقولوا ليه الله يسهل علينا وعليك ونمشيو نقلبوا على راسنا هذا هو الطلب اللي جينا عليه على حساب انا لاج ديالي راه تقريبا دابا انا راه شي 20 عام دابا ولا تما ومزاوله ديال الطاكسي راه دابا داخل 30 عام وكاينين الناس اللي هما الناس كبار ومسنين مثل هذا الراجل هذا مثل هذا الراجل هو وراك مثل هذا الناس قداو عمر ديالهم تما حنا ماشي انا هاد السيد هو وراني حتى هو حنا دابا يراعيو هاد الناس لا هاد المسؤول يراعي هاد الناس هاد العائله ان شاء الله على الاقدميه شحال بنادم ماشي هذا الطاكسيات حنا كنا وسواسيه امام القانون حنا نطلبوا دابا هاد الناس الا ما عندناش حق يعطيونا دي جيستيفيكاسيون هذا هو المطلوب عندنا الله السلام عليكم معكم سي محمد مهني كيشتغل في مطعم محمد الخميس تحت مطاوي تحت سيارات اجره جميع الجهات اللي كتشتغل في مطعم محطه ديال سيارات اجره بمطار محمد الخامس للانطلاقه ديال التفويض الامر بالاشتغال من 1968 وعندي الوثائق ديال الاب ديالي واول كونترات تحققت في هذيك 1974 وهي كتشتغل في هذيك المحطه ديال مطار محمد الخامس المهم بعجاله بالامس الاصدقاء ديالي المهنيين اللي كيزاولوا نفس المهنه من نفس الصنف كيتعرضوا للامر كيامر سعد القائد بامر التوقيف والمنع ديال عدم الاشتغال في هذيك المحطه الاخوان منضاوين تحت المنظمه ديالنا وتحت الجمعيه ديال ارباب النقل كيطالبوا الناس المسؤولين اللي قدامنا في الواجهه باش يلتحقوا بسويه الامر مع سعاده القائد مشينا سعاده القائد الاداره عنده ما تمش الاستقبال ديالنا
مكالمات هاتفيه تيقول لك انا عندي اوامر التعليمات اللي طبقت معاك اعطيني ما يفيد ما 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 ما, 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 ما كيدليش حتى ان الموجه طالبنا السلطات تما ديال الدارك وسعاده الكوماندار قالنا تلتحقوا بالعماله عند الباشا جينا دابا عند الباشا هنا العماله باش شي واحد يعطينا شي صبغه ولا شي صيفه عندكم شي واحد ولا والو ديال امر ما توصلنا حتى شي حاجه عدم تجاوب الاداره من الامس من 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 من, من الاداره ديال الدرك لعد سعاده القائد في الباشا ما عطاناش حتى صيفه المباشره ديال الحوار باش يتحاور معنا ويدلي لينا بالامر اللي هو نفذوا كتعليمات باش ينفينا من العمل ديالنا تم نفي ماشي زعما كاينه صبغه ما تفهمهاش الناس مسؤولين ديالنا الان دابا كيطالبوا بلغه الحوار بالنسبه للاداره هذه العليا اللي امرنا بها يعني باش يكون شي حل باش يكون الحل هو الحل اللي كنطالبوا به تسويه الوضع ديالنا بالرجوع للعمل ديالنا كالمعتاد والدفتر اللي كيقولوا هما دفتر التحملات ما كينضاوش علينا حنا على سياره ارجع على سياره ارجع حيت كانت عندها مشاكل ديال على مستوى الجهه كاينين عدة انطلاقات، كاين انطلاقة ديال الدار البيضاء الجهة، كاين الهراويين، كاين بوسكورة، كانت عندهم واحد سبعة ولا ثمانية ديال الانطلاقات عندهم مشاكل، باش تسوي وضعية باش تشتغل سيارة الولاية في الـ في الـ في الـ في, الـ في مطار محمد الخامس المحطة كصبغة قانونية باش تحميها العمالة ديال النواصر، طلبت منها واحد المواصفات ديال واحد دفتر التحملات، هو أنه تغيير واحد اللوغو، ما كاينش شي حاجة كثيرة في الدفتر التحملات اللي كنطالبوا به حنا وما لقاوش الصفة ديالنا حنا. من الصنف اللي كنتعاملوا به سيارات فاخره وكيطالبوا بها كاع الناس اللي كيجوا كسياح حنا ما عدناش ما استفدناش من الدعم اللي دابا هذه غير قصه الراحه على لا ماشي مساله ديال الراحه حنا اصلا عندنا البند اللي كيشتغل بهذه المواصفات هما حتى 2016 ولا 2011 عاد تعطى المشروع باش يتغير الاسطول باش يواجهوا السائح كسياره اجره في المستوى اما حنا دابا لحد الان مني هما كانوا كيشرعوا هو كمشروع خلال البرامج اللي توصلنا بها كان كمشروع كتنظيم المطار محمد الخامس هما تيقولوا قرار ما كاينش قرار وانا لك القرار يمثلوا لي امامي وانا مستعد نشوف نطرق ابواب اخرى اللي عطاني تمثلني كسياره اجره كتشتغل من انطلاقه ديال الدار البيضاء مطار محمد الخامس وشكرا.